رأت أيضا ماكس جرادال رقم 15 اللاعب كانون ويلفريد رقم 5 فيشا هو طبعا حكم اللقاء مصطفى ويليامز في الدفاع ميكيتزي رقم 5 عام 2015 هذا المنتخب مع أوكرانيا بطلة كأس العالم في ربع نهائي انطلاقة خطيرة فرصة لكن أوجا لاعب اللي صعب أمامنا هو المطلوب لاعب الهداف مع نادي ليل تاني هدافي الليج إيفوار يلعب للمرة الثامنة على التوالي في هذه التحرك من اللاعب المميز جدا اللاعب بيبي أمامنا انطلاقة من اللاعب جرادال السابقة اللي خاضها خلال هذه البطولة طبعا يونايتد في جنوب أفريقيا كرة تعود أمامنا هذه الكرة صحيح بعيد عن المنافسة عايز يجري كل بالي أدي أمامنا هنا الأفضلية بل أحيانا الثقة دي أو الأمور تتحول إلى غرور في بعض الأحيان على طول الكرة زمالك واللي خرج في هذه النسخة اللي طبعا المعلقة ما بين وسيري وبوني اللي ضمن البدلاء النهاردة لعب على مستوى المنتخب الأول في 2013 مدرب بنين الحالي وادي أمامنا هنا في الجانب الآخر ستيوارت باكست بالمنتخب الإيفواري وهنا تدخل ولكن يبدو هنا العالية الخطيرة تعدي لكن ما توقعهاش ولا التمويه وفي ما فيش تسلل والفراد ولكن في 2015 في مشوار اللعوبة الكرة عند نقطة الجزاء لكن ما حدش قابل كوجا في الجنب الشمال لعوبة حلوة قوي من كوليباري لعنة باللاعب كيسي لن يستمر على فكرة مع الميلان ده من جانب كيسي سبع اهداف هذا خلف الكرات اللي في اتجاه القائد والكابتن اول حلو قوي في الجنب الشمال حاول يلم وحاول قبل كبارة كان طبعا مارك فيلت تعملت في الجابون وغينا الاستوائي ومدرب وطني كان في عام 92 كرة امامية ادي امامنا اداء لسه ستيوارت باكستر والد بيلحقوا بركب الفرق كرة من جانب المنتخب جنوب افريقيا الضروري المهم وادي اللي تلقى الانذار كمان امامنا هو اللاعب اللي ياخد دي امامنا الاستلام لكن استلام الكره هربت منه رأسيه حلوه سجل في مالي وسواد في الامم 2015 ادي ضغط المره دي لكن وبوكو يعني قائمه النجوم وادي الكره الهدف هنا 86 94 ومركز رابع في عامي 70 و2000 زامبيا 2012 وكانوا احتلوا مركز ثالث في اعوام 65 تجمع من اجل لقب هذه البطوله انطلقت في عام 1957 وتابعنا الافتتاح لقب وفاول فاول على فورمر سجل هاتريك ايضا في مرمى ابيان امامنا كان ابرز كره للاعب هولاتشيو امامنا هدف مولدوفا وكان سجل في مرمى رواندا في اطار طبعا الاربع اهداف مع اليرا من جانب سيرجيو ريه والاستلام والانطلاق حارس المرمى اخطر المره دي وتدخل قوي فورما تدخل امامنا سيرجيو ريه شوف الخطا هنا في اثنين في نادي واحد في نادي باد بيتسويتس طبعا في جنوب افريقيا لكن هو سجل في تلك المباراه كان هدفين وكان سجل احمد عبد منتخب كوت ديفوار كوت ديفوار على طول امامنا من جانب اللاعب مابوا تدخل 24 مشاركه في حين ياتي المنتخب الايفواري ادي الكره بتاعت نيكولاس بيبي ملعوبه حلو قوي فوق الحائط البشري التعديلات اللي بنشوفها بقى كوت ديفوار التفكير يعني كان لازم يخطف اسرع كان لازم ابص امامنا كره في العارضه والكره امامنا بص يعني اتاخر كتير جدا ملاعب حقيقه حفل سريع امامنا على طول كره سريعه من جانب اللاعب تيمبا زواني مع كوت ديفوار 2014 كان لعب مباراه واحده امامنا طويل عملاق 43% استحواذ مقابل 57 تسديدات 4 مقابل 1 قبل ان ينتقل لاستون فيلا 90 واكيد طبعا يعني
سياسة التفريق. وهو لاتشيو قلب الدفاع اللي كان موجود في اللقطة الماضية، كانوا طبعا وصيف دوري الأبطال. أدي الجماهير، الجماهير اللي بتشجع طبعا. الحوارات أمام استاد القاهرة، وهنشوف طبعا طبعا الكونغو، جمهورية الكونغو، كل دي دول. زميل معز بو لحية بعد الفصل. ينهي حكم اللقاء مصطفى غربال الشوطي 2019 نسخة رقم 32. منتخب الجنوب افريقيا منتخب البافانا بافانا 11. عندما تعادلوا مع توجو في ذلك اللي نشوف كانوا موجود في دكة البدلاء برضو، لاعب ممكن يلعب كذا، بيلعب نار ظهير ايسر في جرادال. ادي جرادال في اتلانتا، ولكن ظهر مع الميلان ومن الاسماء المرشحه للخروج. والكره في روماليا، كانون انذار جديد، انذار جديد في هذه المباراه، انذار. هل تفجر المفاجاه جنوب افريقيا وتسجل هو سان داونز قبل الانتقال الى برايتون؟ لكن ما لعبش مع برايتون، هو لا جنوب افريقيا في بلجيكا. فرصه بتاعه تاو، شوف يعني اللي بحكي على رهانكم عليها، ممكن يخطف، ممكن يخطف. كوجا كوجا يخطف 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 امامنا هنا في هذه اللقطه. منتخب كوت ديفوار يستدرج منتخب البافانا بافانا، والسقوط في هذه اللقطه. كره جرادال امامنا الى كوجا اللي ضيع في الشوط الاول. المره دي بقى استخدم العقل واستخدم المهارة عكس الكرة اللي جات له وكانت أسهل، ويسجل منتخب كوت ديفوار هدف التقدم في هذه اللحظات عن طريق جوناثان كوجا. أمامنا أول أهدافه في هذه البطولة، أمامنا هنا عنده من الأهداف 9 في 19 مباراة قبل هذا اللقاء. ده هدف الدولي العاشر. بص شوف جرانيل عملها إزاي، وادي أمامنا هو اللاعب كوجا يضعها باقتدار، لكن حلوة من جانب اللاعب إلانتي. ولكن كاتزي يلعب كرة عرضية خطرة